كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي الذي يحمل عنوان أصدقاء ليبيا والذي ينعقد في باريس. هذا وقد رأس الوفد المصري في مؤتمر أصدقاء ليبيا وزير الخارجية محمد كامل عمرو الذي بحث مع المسؤولين الفرنسيين مستجدات الأوضاع في المنطقة لا سيما ليبيا وسوريا. وللوقوف بشكل أكثر تفصيلا حول رؤية المجلس الانتقالي الليبي حيال مجريات مؤتمر باريس معنا هاتفيا فايز جبريل أحد ممثلي المجلس الوطني في القاهرة. سيد فايز، بداية يعني هذا المؤتمر المنعقد حاليا بخصوص ليبيا، هل تعولون عليه كثيرا كداعم لليبيا؟ في البداية تحياتي إليك ولمشاهديك الكرام إلى مكانه. نعم، نحن نثمن هذه الخطوة، نثمنها تثمينا عاليا. وأيضا نحن نعتقد أن هذه سلسلة من الجهود بدأت منذ البداية حينما اصطف المجتمع الدولي مع هذه الثورة الليبية لنبلي مقاصدها، ووقف مع الشعب الليبي في حقه في انتزاع الحرية والعزة والكرامة من النظام هذا، النظام طالما اضطهد الشعب الليبي وسيطر على مقدراته. ومن ثم نعتقد هذا المجلس وهذا الاجتماع الضخم الذي يضم المجتمع الدولي كله بأسره إنما هو يحاول أن يمكن الشعب الليبي عبر مجلسه الانتقالي من السيطرة على الأوضاع ومن الانتقال من حالة الدولة، من حالة الثورة إلى حالة الدولة. يعني وماذا عن خطط إعادة إعمار ليبيا وملامح المرحلة الانتقالية؟ يعني هل من أجندة معينة تم وضعها؟ إلى أي مدى تتوقعون أن يحظى ما وضعتموه باستحسان دولي؟ أعتقد بالدرجة الأولى الآن هو التركيز على الاستقرار الأمني، وذلك من خلال توفير مناخ جيد ومجال سياسي جيد خارج ليبيا. على سبيل المثال التأكد من جيوب القذافي لا تجعل من الدول المجاورة ملاذا لها، ومن ثم تحاول زعزعة استقرار الدولة الوليدة. هذا جانب، وهذه مهمة المجتمع الدولي في مساعدتنا على ذلك. اثنين طبعا، وهي المهمة الأخرى الأساسية، هي تزويد هذه الحكومة ورفع تزويدها بالأموال اللازمة حتى تستطيع أن تؤدي الخدمات الأساسية للمجتمع الليبي، لأن 6 شهور على الأقل عند الآن، هذه 6 شهور كانت شهور صعبة. ومن ثم ضخ الأموال، هذا من شأنه أن يدعم الاستقرار. ثم تبدأ العملية السياسية كما أعلن عنها المجلس الانتقالي في خارطة الطريق والتي أعلن عنها، وهي تتمثل في إعلان حكومة مؤقتة. الحكومة المؤقتة تشرف على انتخابات لمجلس وطني. المجلس الوطني يناط به كتابة الدستور. الدستور يعرض على الشعب الليبي للاستفتاء، ومن ثم تعلن دولة الاستقلال الثانية. هذه باختصار شديد، وقد تأخذ من 18 شهر إلى 24 شهر. في ذلك هذا يجب أن يمر أيضا بتوازي أيضا مع بناء المؤسسات وإرجاع الخدمات الأساسية، وهي بالدرجة الأولى الخدمات الأمنية مثل الشرطة والبحث الجنائي وبناء قوات مسلحة تتلائم مع المرحلة الآن موجودة، تأمين الحدود بالدرجة الأولى. هذا كله نرجو أن يتم بمساعدة المجتمع الدولي، ولا شك أن العالم العربي يلعب دور أساسي فيه. فايز جبريل أحد ممثلي المجلس الانتقالي الليبي، كنت معنا من القاهرة، نشكرك.